طبعاً طيبة أيوة والد الجميع مصالح الجار اللي ما يشاف شلونك بعد الآن خاف عاد أنت خاف طيب كيف صحة أنا أعتقد أن المشهد والوضع هو أكبر من الكلمات. يمكن الحياة تعلم بلقاء وافتراق. خلال السنة الماضية حينها التقيت بهذا وفكر ورؤى عن شخص الحقيقة أنا معجب فيه بكل شبابية. إن جيت بفكر فهو فكر رائع، دين ما شاء الله تبارك الرحمن أحسبه كذلك، لكن أنا أقول إنه الحمد لله المنطقة ولادة والمنطقة بأبنائها. عملت معه غير مجابل، طرحه قوي جميل، فكره واضح، أهدافه واضحة. أنا أعتقد أنه هو من القيادات المميزة في المنطقة، ولكن هذه هي حال الدنيا. حال الدنيا هي عبارة عن حلم وارتحال، وثنيته تقريبا سنة كاملة عن رأيه، وإذا كان هذا سابق الطرح جزاه الله خير امتثل وأكمل المسيرة. ولكن الإنسان كما تعلمون جميعنا نشعر بهذا الشعور، لنا زملاء كانوا معنا وغادرونا، وهذه هي الحياة. يمكن الرؤية أجمل ما بالرؤية إنه لم ينفك عن دائرتنا، فنحن متواصلين معه بشكل يومي بمداخلاته وبقراءاته وبمزحه. وأنا أعتقد إنه والله يا جماعة أنا أعتقد إنه هذا هو المكسب الحقيقي اللي نكسبه في هذه الدنيا، أن يكون لك إخوان حتى لو غادرت العمل يبقى تواصلك معهم. وهو الحقيقة من الناس اللي ما أحبهم أنا كثير وباخل علينا الحقيقة وجيات من طلع، لكن ممكن معلش ممكن هذه فترة اللي يسمونها فترة النشوة، لكن يعني صدقا هو من الرجال اللي الإنسان يفخر إنه عرف وعمل معهم، ومتمنين له التوفيق والسلام الحقيقي. بارك يعني يمكن الكلمات مثل ما قلت لك انه هي تخرج من الفم، ولكن ترى منبعها والله القلب. ويمكن الزملاء جميعا ترى يمكن بعضهم جلس معك فتره اطول من ما جلست معك، لكن الفتره اللي انا عملت فيها معك هي من اروع الفترات الحقيقة اللي أرى فيها فكر ناضج، إخلاص في العمل، حب للمرضى. وأنا أعتقد أن هذا هو المكسب الحقيقي اللي كسبته أنت خلال فترة الكاملة الماضية. لا تنطع بنا، وفق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم الشكر الجزيل لسعادة المدير العام والإخوان المساعدين والزملاء في المديرية عموما، وإن كان من يستحق هذا التكريم في هذا اليوم فهو أنتم مني أنا، لأنه فعلا أنا طيلة عملي وأنا مكرم في المديرية والحمد لله من جميع القيادات ومن جميع مدراء العموم حتى اللي مريت عليهم الحمد لله. وأنا أمر يوميا بتكريم، لم أطلب طلبا للعمل أو للإدارة إلا والحمد لله نفذ وبصدر رحب. لم أناقش عن مواضيع إلا والبشاشة تعلو محية من أمان. فعلا أنا بنفسي أنه هذا هو التكريم لي. أما تكريم اليوم فهو ينبغي أن يكون مني لكم، لأني فعلا عملت مع رجال فعلا يستحقون التكريم. عملت مع رجال لم أختلف مع واحد منهم، ولم أخرج من هذه المديرية وأنا بيني وبين واحد منهم الحمد لله شيء. يمكن أكثر واحد أبو عمر ولي السم بيني وبين طاتش سوف أتيك أبو عمر. حقيقة
يعني العمل من يدفعني لي هو مساعد للرجال معي. طبعا في اول شيء في الرعايه معي رجال، في المديريه معي رجال، في المراكز خارج المديريه برضو معي رجال، هم الذي يعملون، اما انا فانا واحد منهم. فعلا كنت حلقه وصل احيانا بينه وبين القيادات، ولم ارى اي رفض لاي مطلب لي لادارتي او لمراكز الصحيه، الحمد لله مراكز الصحيه الحمد لله من المنطقه من قبل المسؤولين على مر عملي، يعني في اداره المراكز عملت 14 عام، حقيقه لم اقابل برفض، انا لا اذكر اني قبلت برفض طلب واحد، يعني عملت مع الدكتور ناصر الحداد الله يذكره بالخير، ومع الدكتور هشام، ومع الدكتور سعيد والغامدي، ومع الدكتور عاطف سرور في اداره المراكز، وبعد كذا كمدير عام، ومن ثم مع ابو يزيد هنا. لم الحمد لله يعني احمل في نفسي او اتذكر حتى انه يعني حصل بيني وبينه الحمد لله اي شيء، وهذا نعمه من نعم الله الحمد لله، القبول والتشجيع والمؤازره الحمد لله هذه حظيت فيها فعلا، ونعمه يجب ان اشكر الله عليها اولا وقبل كل شيء. زميلي واخي ابا عمر حقيقه انا عملت معه كثير قبل ان يكون مساعد للمدير العام، وحيث كان يغطي حتى بدل الدكتور ناصر، وكنت حقيقه لما يمسك الدكتور عبد الله امسح الرفوف عندي، لانه فعلا كنت اقول للدكتور عبد الله ترى عندي مسح رفوف، لانه كان في معاملات الدكتور ناصر كان عنده شوي فيها له الله يذكره بالخير راي فيها، وانا لي راي اخر، انا عيبي اني ما اجاب ولا ارضى حتى في اي شيء اشوف اني ما مقتنع فيه. حتى الدكتور عبد الله كان دائما يكررها لي، يقول لي انت مشكلتك انك اذا ما اهتويت او اذا ما بغيت هالشيء لن تنفذ. ففعلا الحقيقه هذه انا امارسها يعني، لكن ما هو في كل شيء. في بعض المعاملات العاجله وكذا لا تمشي كما يريد مديري، اما بعض المعاملات انا ارى اني ما انا مقتنع فيها، فانا حتى احيانا لا اؤشر فيها. حقيقه لا اؤشر عليها. هي المشروع. حقيقه لا اؤشر عليها لاني لست مقتنعا فيها. الله يسامح منهم بس ويحلل منهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مدير عام الشؤون الصحية زميلنا الفاضل المكرم أستاذ صاحب جلالة الوطالب وزملاء المساعدين ومدراء الإدارات والمشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه محرج لي أن أتحدث بين هذا الجمع المبارك وأمام سعادة المدير العام مع الزميل الواحد عزيز، فأنا لا أستطيع حقيقة أن أوفيه حقه، وأجزم أن كل منكم أيها الزملاء لديه مشاعر غيابة يصعب ترجمتها بحروف وكلمات في حق الزميل الفاضل الأستاذ صالح. فأقول سلام على أبي طالب الناجحين، وسلام عليه في الفالحين، وسلام عليه في المخلصين الناصحين. لقد عرفت أبا طالب، بل زاملته 14 سنة، زاملته كمسؤول في درجة أدنى من درجته، ثم زاملته ونحن في درجتين متساويتين، ثم أصبحت مساعدا للمدير العام للرعاية الصحية الأولية، وكان خلال هذه الفترة يتقلب بين أن يكون مديرا للمراكز الصحية أو نائبا لمدير المراكز، وكان خلال هذه الفترة كلها لم يتغير ولم يتبدل، لا تراه إلا مبتسما حتى جعلت الابتسامة خديه، فهي ليست من شيء، وإن زرته ألفيت الجود والكرم، وإن حاورته فذو بيان وحجة وقلم. كم أهدى مكتبه ومراكزه من أثاث ولوازم، وفي المقابل فقل أن تجد له مثيلا
في الالتزام بالدوام، وليس بيننا مضارب له في الورع عن المال العام. وأجزم أنه على مدى البضع عشرة سنة التي عملها لم ينتدب ربما إلا بضعة عشر يوما. وهو مع هذا شعلة في النشاط والإخلاص لا تراه إلا مهتما بعمله أو بشؤون عامليه، يعطيها جهده ووقته وحوله. لقد ترك فينا أبو طالب آثارا كثيرة محمودة وأفعالا ممدودة وإنجازات مشهودة. حقيقة دكتور، طبعا أنا عملت في إدارة المراكز وعمل وراي رجال كثير خارج إدارة المراكز، لهم باع طويل في نجاح وأداء إدارة الرعاية. إبراهيم العيسى مثلا من الأمثلة. أنا طبعا أخذت نخب وإلا فالرجال كثير، قلت لك المنطقة الحمد لله فالرجال كثير. وفهد عيسى الله يجزاه خير طبعا يعمل في إدارة شؤون الموظفين ويعمل جل عمل في شؤون الموظفين تبع إدارة المراكز، فدائما عملنا معه. وفعلا يعني أنا في اليوم هذا حبيت أنه يحضر كلامك أبو أحمد، لأنه فعلا يستحق أنه يشاد به وبالزملاء العاملين معه. ايضا لا ننسى اخونا، بس قبل لا تقول انا اقول كمن يشيد بالشمس مالك فضل. انا الاستاذ بقول اللي عندي، انا الاستاذ بقول اللي عندي كيف كيفك، بس انا اقول لك كمن يشيد بالشمس. ابراهيم العيسى ما يحتاج يعني ما هو شيء، جزاك الله خير انه يغطى. حتى لما جاء يمشي قلت له تعال امسك كاميرا، رفض. قلت له تعال امسك القطاع، رفض. يعني فعلا اللي بيمسك بعدك يا ابو طالب الاخ محمد الدرع، عبد العزيز الدرع. هذا الرجل يعمل في اداره المراكز بصمت، يعمل لاداره المراكز بصمت الحقيقه، هو يعمل في اداره المشاريع لكن مسؤول عن الصيانه. مدينه الحجاج سنويا لا نعرف عنها شيء الله يجزاه خير الا لما نروح نشغل في كل شيء حقيقه. يعني الرجل ومن معه من الزملاء، على فكره معه موظفين جوالاتهم معينه الان، كنت اتابع معه ما شاء الله عليهم، يعني فعلا يستحقون الشكر الحقيقه لجهودهم للمراكز الصحيه بالمنطقه عموما. لكن مدينه الحجاج فقط كمان ابو محمد الخضير عاد شهادتي مجروحه فيه، نائبي وزميلي وصديق عمري وزميل دراسه بالثانوي. اي واطلع وخليه واخذ اجازات، حتى اسوي له تريك كذا اخذ اجازات بدون ما يدري عشان اسوي الدكتور عبد الله خلاص بعدين ما راح يسمع. فالحقيقه ولا احيانا انا ما اقدر اجازه كذا فرصه دام موجود، الحقيقه احرجه دائما الله يجزاه خير. الاخ قاسم طبعا مدير مركزي يستحق مني الحقيقه كل الشكر والتقدير والعرفان. بندر الحمر الحقيقه دكتور، طبعا احنا عملنا على افتتاح مراكز المباني الحكوميه، فكان الدكتور عاطف الله يمسيه بالخير او يصبحه بالخير كل ما شغلنا مركز نروح نسوي احتفالات وكذا، فكان سباق الله يجزاه خير بندر في اظهار المراكز الصحيه بالصوره المرجوه. ومن امامه ابو احمد الله يجزاه خير، غانم العمري ولو اني كثير وهو شخصيا انا اشكره كثير، احيانا هاتفه بالليل يعني بعض الامور لان يكون محرج حقيقي من المدير العام، يعني الدكتور عاطف او الدكتور ابو يزيد اكون محرج منهم هاتف يا اخذ رايه يا خليه هو يخلص اموره الله يجزاه خير. فما يقصر بعمره وما قصر فعلا، يستحقون حقيقه سوى الزملاء ذولا وجميع الزملاء اللي عملوا معنا في اداره المراكز ومساعدين ما شاء الله علي ابو سلطان الشيبان الله يجزاه خير في اداره التموين، وابو عبد الملك النصار في تخطيط المراكز والمباني والتجهيز وإعداد المراكز الجديده، ابو صالح حسين زميل دراسه وزميل تخصص وزميل عمل الله يجزاه خير، وابو محمد سالم رشيد
عاد ماسك نص العمل الإداري، نص العمل يعني هو العمل الإداري، ريحنا فيها ما أنت غير باقي. فشكرا جزيلا لجميع الزملاء الحاضرين والغائبين. احنا اشكرك على ادبك ولطفك بالتعريج على جميع الموجودين، لكن وانت تسولف الحقيقه جاء في بالي نحن في مركب في سفينه. الحين لو تجد انه السفينه هذه لو لم يتعاون الجميع على العمل لما وصلت هذه السفينه الى بر الامان. واجمل ما ذكرت الان، اجمل ما ذكرت انه كل واحد من الذي ذكرتهم كان له دور في المسيره. فنعتقد انه هذا المثال الحقيقي الذي يميز العمل بين المواقع. يعني تجد ابداع، تجد عمل. تعالى كلامك على مدينه الحجاج لما ذكرت الزملاء، انا اقول انه معرفه الانسان انه له واجب وطني وواجب عمل بانتمائه للوزاره وانتمائه للعمل للناس اللي موجودين، واخلاصك في هذا الدور وفي هذا العمل، ومعرفتك انه هذه المسؤوليه من المفترض ان تقوم بها انت ليس غيرك، هذا الذي هو ينجح العمل. فارتباطك الان مع الزملاء سواء كمدير مكتبك او نائبك او مدير دكتور عبد الله او ثنائك على بعض الزملاء، الحقيقه عرج بفكري وبخيالي على مدى ترابط هذه السفينه لان تسير لما يخدم المرأة. وانا اعتقد انه هذا هو الذي نحن عليه، انه كون انه يكون هناك حب ولاء وانتماء ويعلوها ابتسامه ويعلوها فرحه وتنجز ما يخدم والدك والدي وبنتك وبنتي، انا اعتقد انه هذه هي الرساله التي تطرحها انت بين كلماتك. فاثني على شكرك للجميع، واؤكد على ان هذا المركب الحمد لله حتى وان كنت نزلت من هذا المركب جزئيا، إلا أن نقول نحن الحمد لله لنا فخرة بهذا الوطن ولنا مفخرة بالمنطقة أيضا وبأبنائنا. فعلا دكتور بالنسبة لمدينة الحجاج إذا مني اتصال حصلت محمد ما هو مجهز أنا خلاص أحط بطني بطيخة صيفي على ما يقولون، فعلا أرتاح وأعرف أنه العمل فعلا الحمد لله حيمشي على ما هو خطط له الله يجزاه خير. ترحيل المراكز والزملاء معه ها؟ ترحيل المراكز وترحيل المراكز عاد العمال والسيارات الله يجزاه خير. ف حقيقة جهود مشكورة، جهود مشكورة حقيقة منهم من الزملاء. تكريمنا اليوم كان الهدف انه تكريم لي ابو طالب، لكنه اصر بكرم وجوده وامتنان للزملاء. كله تكريم متبادل. فكلنا مكرمين وهو المحتفى بنا. تسلم. الله يبارك فيك. صور الطالب. صالح. بس مو بزميل صيد. عدو صيد. عارف إن يش. الحقيقة ما تكلمت لك الحقيقة طارق يعني من الناس اللي حقيقة أبيهم في هذي أنا أعتبره ثلمة. الله يتعالى. يعني لا أقول شاء لا. الحقيقة لا خاصة حنة. يعني كان مع احترامي للزملاء بالرعاية وكذا، لكنه هو كان معنا يعني وصراحة. نتمنى له التوفيق. هديتهم حضور حضور هو التكليف. شرف الله ابطال حضور مدير اعمال الله يجزيك بارك فيه. الله يفيدك. انت كيف يدير النقاش والحوار وكيف يتحدث؟ وداعا هذه مشكله. بارك فيكم عمر. لا من ذكره محمود وفعله مشهود. استاذ سليم. بارك فيك صالح. عم عيسى عاد ما شاء الله عليه زميل وصديق. لا حد يحط اصبعه ترى بعد راح يحطوا كذا قدامه. ناظر ترطي بس القصه هاي.